السلام عليكم ورحمة الله. سؤال للجميع، من منا قال ذات يوم أنا إذا تخرجت بتغير؟ كم واحد؟ من منا قال ذات يوم أنه اليوم أنا ما أقدر؟ من منا قال أنه أنا طالب إذا توظفت يصير خير؟ أو كثير. من منا قال أنا راحت علينا خلاص ما بعد بقى في العمر مثل اللي راح؟ قليل. السؤال الأهم، القناعات والأقنعة اللي بنيت على مثل هذه الافتراضات، بنيت على مثل هذه الأفكار، وحياتنا مرت سنوات وسنوات بقناعة غرست فينا ذات يوم بنينا حياتنا عليها باختيار. كلمة معروفة دائما تقال، غدا وش نقول دائما؟ غدا أجمل. لكن ترى نضحك على أنفسنا بهذه الكلمة، لأنه غدا لن يأتي، لأنه إذا جاء غدا سيصبح إيش؟ اليوم حاضرا. فبالتالي التغيير إذا فعلا أنا أبغى أتغير اختيار، متى هو الآن. رزقنا بالعقل، بنعمة العقل والتفكير، والتفكير يساعدنا بشكل كبير على حل كثير من الإشكاليات، على الإنجاز، على تحويل الأحلام إلى حقيقة. ولكن العقل نصف معادلة التغيير. ما هو النصف الآخر المنسي؟ ما هو النصف الآخر المنسي في معادلة التغيير اللي دائما نبحث عنها؟ العقل يعمل مع القلب، والقلب يحمل العاطفة، المشاعر، التفاعلات. إذا عمل القلب مع العقل حدث التغيير. كثير من مشاكلنا في حياتنا، كثير من أحلامنا قائمة على أساس مشاعر وعاطفة. أبيكم اليوم تتفكروا في نقطة واحدة لسببين رئيسيين. النقطة هي أين أنا اليوم وأين أنا الآن في رحلة التغيير، لأننا دائما في هذه الرحلة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو حتى أكون أكثر تفاعل، أكثر إلهام في المجتمع اللي أنا فيه، مجتمع الجامعة، مجتمع الحي، مجتمع العائلة، مجتمع الأصحاب، حتى أكون أكثر تفاعل وعطاء. السبب الثاني هو حتى أتفهم احتياجات الآخرين، لأننا بالآخرين نستطيع أن نحدث تغيير. الإنسان أكبر أداة منتجة للافتراضات. نحن دائما في افتراضات مستمرة. هذا شكله افتراض، من المكان الفلاني افتراض، صاحب درجة علمية افتراض، طريقة كلامه افتراض. دائما نعيش في افتراضات في جميع علاقاتنا. أنا الآن لما أفترض بشكل مستمر عن حالة مستمرة أخلق نوع مختلف تماما عن الحقيقة. إذا أنا تفاعلت مع شخص آخر في هذا الافتراضات وبنيت تعاملي وسلوكياتي على هذه الافتراضات، إذن أنا أنتجت شخص آخر أتعامل معه وابتعدت عن الواقع وعن الحقيقة. والأهم، الافتراضات اللي أعطيها مين أو اللي أخذها عن مين؟ عن ذاتي. أنت ما تقدر، هذا افتراض. إيه أنا ما أقدر. زميلي يقول أنت ما تعرف. إيه ما أعرف، هذا افتراض. أنت أخطيت. إيه هذا افتراض. هذا الافتراض بنيته عن نفسي، أخذته من موقف، من حادثة، من فعل، من شخص قريب، من شخص بعيد. هذا الافتراض أصبح حقيقة وأصبح قناعة. لما تصبح قناعة فبالتالي أنا كيف تعاملي راح يكون؟ شفتون النسب اللي ذكرها أخونا حسن
1% أو من النسبة الأخيرة، أنا افترضت أنه أنا ماني من الأفضل، فبالتالي أنا لا أستطيع. هذه القناعات أساسها هي القيم الداخلية اللي أنا أخذتها عن ذاتي. هنا الآن أنا أنتج الأقنعة عن ذاتي حتى إيش؟ حتى أبرر لأشياء كثيرة، سلوكيات كثيرة. أنا ما أقدر، ما نجحت، أنا ما عندي هذا المورد، ليش؟ فبالتالي أنا أبرر التقصير أحياناً وأجعل أن هذه هي الحقيقة. لكن متى أقدر أتغير؟ هذا السؤال المهم. أنا أبغى أتغير، عندي أحلام، عندي أهداف، لكن متى؟ كيف؟ صعب. العقل يقول هذا الاتجاه، لكن العاطفة والقلب المليئة بالقيم والقناعات تقول شيئا آخر. احنا الآن في رحلة التغيير، وهي سميت رحلة لأن التغيير ما هو فقط محطة، هو رحلة. اليوم أتغير خطوة، بعده أتغير خطوة ثانية، وحتى يكون التغيير مستمر ومستدام نحتاج إلى قوة القرار، لأن التغيير مرتبط بقرار. التغيير مرتبط بقرار، والقرار مبني على رؤية وعلى هدف. في نقطتين أساسية في أي تغيير نحتاج أن نعرفها. دائما إحنا نعمل على الإنجاز، على الأداء، على تحقيق الأهداف، على وضع الاستراتيجيات، وهذا شيء جميل. أيضا هذه نصف المعادلة، معادلة التغيير. في نصف آخر مهم وأساسي، لأن أنا الآن لما أتكلم على الاستراتيجيات وأتكلم على الأداء وأتكلم على الأهداف، جميل، هذه السلوكيات. النقطة الثانية أو نصف المعادلة المهمة هي من أنا في هذا السلوك، من أنا في هذا الموقف، من أنا في هذه الحالة، في جانب سلوكي وفي جانب ذاتي. الذات هي التي تحمل القيم، القناعات، المبادئ الداخلية اللي أحملها عن ذاتي، أحملها عن الآخرين، أحملها عن المجتمع، لأنها تبني الكثير من السلوكيات وتوجه. لأنه في كل اختيار نختاره في حياتنا ترى نختار ألا نختار. بالمناسبة أنا الآن في كل لحظة عندي مجموعة من الخيارات، إذا أنا اخترت هذا الطريق ألغيت الطرق الأخرى، وهنا تأتي قوة القرار. هنا الآن لما أنا أختار السلوك المعين أو الهدف المعين أو الرؤية اللي أنا أبغى أتجه لها، علي أن أعمل على جانبين، ما هو السلوك ومن أنا سأكون. إذا ربطنا العقل بالقلب والسلوك بالمبادئ والذات، بإذن الله سيحدث التغيير. شكرا لكم.